انا راني بكيت كاع على فافي كما راكم تشوفوا. من بعد ندير بوان زيت بالمقص، يعني دائما نبداو من الكوان باش نتقبلو، يعني يكون مقص كيما هذا النوعيه. هذا شوفوا انا عندي واحد صغير، تقدروا بواحد كبير. انا هدايا يكون دائما بوانتيشون معود شويه من الطرف. شوفوا كيفاش راح نتقب، يعني نسمحولي نقولكم سمحولي دائما، يعني راني شاده تليفون. شوفوا كيفاش تقبتها، يعني والان راح ندير نوريكم كيفاش ندير البوغدا. انا البوغدون تاعي هنايا دايما نديرو على ثلاثة ولا على أربعة باش يجيني شويه خشين. نبداو دوجور هنا من الطرف. شوفوا نجيبو هنا، هذه الطريقه تاع نقولكم كيفاش تثقبوا تخدموا الريشوليو. يعني دائما نجيبو المره اللي داخل المره اللي برا، يعني نكملو الجهة لخرى دايما لعندكم. يعني انا نفهمكم حاجة، يعني كي تكونوا تخدموا هنايا في البوغون، يعني دايما الجهة هكا تجيبوها لعندكم هنا. سمحولي يعني راني شاده التليفون بجهه. يعني عندي صعوبة كان نخدم شاده التليفون بجهه. يعني هنايا كي توصلوا لابوانت هنايا نورمالمون تقطعوا البوغدون الكوتون بيرلي الزايد.
Je coupe en perles égales, très bon. كاينه حاجه انا كي تكملوا هنا البوطون تاعكم يعني توجور كي تكملوا لا فينيسيون هنا تاعكم دائما بيكو هنا شويه باسكو باش البوطون ما يعاودش يتفتح لكم. من بعد تقطعوا الشات ها البوطون تاعنا كيفاش هيكون يعني هنا سمحوا لي يعني راني شاده التليفون بجهه بيد وحده راني نخدم بيد وحده يعني شويه راح تكون صعوبه يعني راح نوري لكم دوكا كيفاش ديروا لي باكيت وبيان سور هنايا دايما قطعوا الخيط الزايد هنايا كيفاش نوريكم كيفاش ديروا لي باكيت دائما وديروا خمس مرات هكا وتشدوا المقص دائما هكا وتثقبوه تنحو القماش وردوا بالكم هنا تقيسوا البوان زيكزاك باش ما يتفتق لكمش هنا راح نوريكم طريقة تاع لي باكات تروحوا للوسط تروحوا هكا تبيكو هكا في الفراغ هذاك تبيكو من الطرف للطرف ست خطرات ولا سبع خطرات ولا ثمان خطرات سا ديبون على حسب واش كيفاش تحبوا لا باكيت تاعكم يا تحبوها رقيقه يا تحبوها خشينه ومن بعد هنا كي باش تعمروا هنا الداخل تعمروها كي شغل كيما كنتو تعمروا في البوردون سمحولي نعاود نركب البرون هم باك نديرو البوردون كيما وريته لكم من قبل تبداو منا وتجيبوه حتى لهنا كيما عمرنا هذه يعني نكتفي بالدرس تاع اليوم باش ما نطولش عليكم يعني المره الجايه استناوني في فيديو جديد وما تنسوش تدعموني باشتراك ويعطيكم الصحه اللي تبعتوني حتى الاخر يعطيكم الصحه والى الملتقى.